هذا كينطلق من 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 توجه صاحب الجلاله لاعطاء التعليمات الساميه انه يكون عندنا منتوج مغربي 100%. وزاره الصناعه والتجاره كتقوم بهذا الواجب في عهد ملاحف العالمين اللي قام بدور جبار باش يوفر الظروف المناخ الملائم لكل المستثمرين الصناع اللي كيقوموا بصناعه المواد الاساسيه للمغرب. وهذا كيتطلب سياسه حكوميه اللي كتخلي ان تواكب هاد الصناع وتخليهم التحفيزات الضريبيه او المواد الاوليه انها توجد بدون ضرائب، وكذلك يوجد لهم ارضيه انفراستركتور الارضيه في وضع مصانع او لي زون اندستريال اللي هما عندهم طابع اندستري 4.0 الجيل الرابع، وكما قلت لك فيها تحفيز ضريبي وتحفيز تمويلي لاباكت اندستريال. وهذا كيخلينا ان المنتوج يمشي بعيد، وكذلك المستهلك لما كانش مواكبه للمستهلك انه يشري منتوج مغربي انه واخا نقوموا بهذا المسار انه ما يتمش العمليه، يعني من تحفيز الدوله الى الاستهلاك الى الاستهلاك. وخاص المستهلكين المغاربه انه يثقوا في الصنع المغربي باش يتم تتويجه او التثمين ديالو.